دكتور محمد أبو سعد رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، الجهاز بقى له قد إيه؟ إحنا من 2004 موجودين بنمارس مهامنا، وبالتالي يعني يعتبر من أحدث الأجهزة والهيئات اللي موجودة في وزارة الثقافة. 2004، يعني إحنا بنتكلم دلوقتي إحنا في 2020، يعني إحنا بنتكلم في 16 سنة بس الجهاز ما سمعتش الدور الكبير قوي. يعني يمكن أنا هذه الفترة بقالنا شوية بلاقي أن الرئيس السيسي في اجتماعات مستمرة تطوير المناطق الأثرية وما حولها، اجتماعات مع رئيس الوزراء، اجتماعات مع وزير السياحة والأثار. يعني شايف حضرتك هذا الدعم من القيادة السياسية لتطوير المناطق أخذ شكل مختلف عن الفترة اللي فاتت؟ طبعا انا بعتبر ان احنا النهارده لو خدنا على سبيل المثال قرار الرئيس بان يعاد دهان الواجهات اللي بالطوب الاحمر على مستوى محافظات الجمهوريه، ده في حد ذاته قرار لما بتتبناه اعلى قياده في الدوله بياخد دعم وقدره على تحقيق الرؤيه بشكل كبير، لان احنا بنتعامل مع مباني في مناطق فيها تعديات، فيها مشاكل عبر سنين كتيره، وبالتالي ان يبقى في جرأه في اقتحامها والتعامل معاها واعاده وجهها الحضاري، اعتقد ان ده الدعم والرغبة من القيادة السياسية في دعم المعالجات الفنية، ده بيكون له دعم كبير جدا في تحقيق أهدافها. احنا كجهاز احنا جهاز فني، وبالتالي احنا دورنا ان احنا نحقق معايير، نعتمد رسومات، نوضع الرؤية وسياسات واستراتيجيات، نضع رسومات لإعادة الاستخدام والتوظيف، وبالتالي احنا رؤانا اذا ما كانتش بتجد الآلية التنفيذية من خلال الأجهزة المحلية لتحقيق الرؤى والمعايير والضوابط والقواعد الفنية اللي بيوضعها الخبراء والمتخصصين، يعني في دراسات يا فندم على كده طبعا بتقدم، يعني كل التخطيط ده او كل التطوير اللي بيحصل نتيجة لدراسات معينة، ابحاث معينة. طبعا احنا الجهاز يمتلك مجموعة من الخبراء والاساتذة في جميع المجالات، وفي لجنة علمية عليا بتدرس كل المشاريع وكل المناطق اللي بتحدد معايير التعامل معاها، كلهم خبراء في مجالات مختلفة.